يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، قرب 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 عند حميدو، اشتري كل الجديد عند حميدو، كل الالعاب الجديده عند حميدو وبس. يلا قرب عند حميدو وبس. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا باشا. يا بنت نطتيني منين يا بنت؟ ربنا يخلي عيالك يا رب. يلا وسع، يلا ربنا يكرمك يا رب. راضيني والنبي، راضيني باي حاجه. بقول لك امشي يا عم. راضيني يا عم، في ايه يا عم؟ بنت انت ما عندكيش دم. امشي يا بنت بدل ما انت اللي هزقك. يا بنت مالك في ايه؟ ما عنديش دم يا عم. الحاج يا عم الحاج، هتخسر انت لما تبدأ يعني 5 ولا 10 جنيه؟ هتزعلك في ايه يعني يا ستي؟ هو انت مين؟ هو انا بكلمك انت؟ انا بكلمها هي. انت مالك؟ طب بص يا باشا، عشان انت مالك دي مش عايز تراضيها ما تزعقلهاش، قول لها كلمه طيبه، ربنا يسهل لك حالك، اتكلي على الله. ما كلنا كده نازلين نسترزق يعني يا باشا. خليكي في حالك، مالكيش دعوه. طب بص بقى يا باشا، انذار ليك، ما شوفش عربيتك دي مركونه هنا قدام الفرش بتاعي تاني. تمام؟ لا مش تمام، وهركنها زي ما انا عاوز. مش هتركنها يا باشا، ولو ركنتها هعمل اللي يزعلك. هتعملي ايه يعني؟ اللي بيقول ما بيعملش يا باشا. يلا مع السلامه، طريقك اخضر من هنا. يلا اتكل على الله. يزن تعالى اجيب لك البيانو اللي انت نفسك فيه. يزن ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي يا يزن، ابني عايز بيانو. لا هو انا ما عنديش بيانو هنا والله صراحه. خلاص ماشي، تعالى يزن جيبه بقى من مكان تاني. يزن طب بص، انا عايز اقول لك على حاجه. انت مش عايز غير بيانو، انت عندك لعب كتيره قوي حلوه. يعني مثلا بص، زي المكعبات دي كده. المكعبات دي حلوه قوي، تبني بيها عربيه وبيت وجامع. بتحب تبني؟ وبص كمان البنت الجميله الاموره دي، هي البنت دي اشطر منك ولا ايه؟ بص عملت ايه، عملت قطر. انت اكيد تعرف تعمل شبهها صح؟ صح. طيب ماشي، جرب اعمل شبهها وكن شاطر. انت مش شاطر؟ مش شاطر. طيب ايه، هتاخده ولا ايه يا يزن؟ ايوه يا بابا. ايه ده ايه ده ايه ده يا يزن، رضا بسرعه كده؟ انا بصراحه مستغربه منك يا يزن. انت عارفه يزن ده محدش يقدر يقنعه ابدا، ولازم اللي في دماغه هو اللي يمشي. ربنا يخليه لك يا يزن. اخر كلام، هتاخده ولا لا؟ ايوه يا ماما. خلاص ماشي يا يزن، اللي انت عايزه. ممكن تقولي لي بكام ده؟ ب 100 جنيه 100 جنيه يا حبيبتي. ماشي ماشي ماشي، اتفضلي. ماشي، شكرا. شكرا جدا ليكي والله، اللي انت اقنعتيني اشتري اللعبه دي. عفوا. مبسوطه يا يزن؟ مبسوطه يا ماما. ماشي يلا بينا يا يزن. تعالي بقى حبيبتي احكي لي حكايتك بالظبط. فين ابوكي وامك؟ انا هقول لك يا طنط. قولي. انا بابا سايب ماما. طيب وامك بقى ما بتشتغلش ليه؟ ما انا مامتي تخينه، ما بتطلعش من البيت. طب بصي بقى حبيبتي، بعد كده اللي يزعلك في الشارع ولا يقول لك اي كلمه وحشه، لازم تاخدي حقك وقتي، ما ينفعش تسكتي على حقك. لا لا طبعا، انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي. انا ماما قالت لي لما حد يضايقك ولا يقول لك كلمه وحشه، قولي له بس الله يسامحك وسيبيه وامشي. انا ما اقدرش اعمل غير كده عشان ما حدش يضربني. الكلام ده مش في الشارع يا حبيبتي، الكلام ده عند ماما في البيت. طب بس اقول لك على حاجه. اتفضلي. انت لسانك كده حلو مع الزبون، وبتعرفي يعني تاكلي دماغه وتبيعي كويس، بس برافو عليكي، شاطره، عجبتني دماغك يا بنت. ايوه طبعا يا طنط، انا في سنه 6 يا طنط. ايه ده؟ انا بتعلم بجد والله. ايوه يا طنط. طب والله جدعه، برافو عليك. اسمك ايه بقى؟ اسمي امنيه. طب بصي بقى يا امنيه، انت بقى لما بتلفي في الشارع كده طول النهار بتمسحي عربيات، بيطلع لك كام يعني في اخر اليوم؟ هو العادي يعني 30-40 جنيه، لكن لما بروح بفلوس كتيره قوي يبقى 50 جنيه. 50 جنيه. اه. طب بصي بقى، انا هعمل معاكي اتفاق. ايه هو الاتفاق ده؟ ان انا هديكي العاب تبيعيها في الشارع، تلفي بيها في الشارع بدل ما تمسحي عربيات، وده يقول لك كلمه وحشه، وده يذلك وده يهينك. الالعاب هتبقى بتاعتك وانت بقى وجدعنتك. خلاص بجد؟ وكل لعبه هتبيعيها يا ستي ليكي عندي 5 جنيه. بجد والله؟ ايوه بجد. طيبه قوي يا طنط. طبعا طبعا، اعملي اللي انت عايزاه. ماشي يا طنط. بس هقول لك على حاجه. اتفضلي. اول يوم هتاخدي مني 20 لعبه. ماشي. عارفه بقى لو اخدتي الالعاب وكتيتي كده وما شفتكيش تاني، انا هعمل فيكي ايه؟ لا ما تخافيش يا طنط، انا مش هعمل كده. لا هجيبك يا بنت من قفاكي، فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا مثلا، انا اصلا ماما بتقولي ما تاخديش حاجه مش بتاعتي، ولو يا طنط مش عايزاها اضحك عليكي، انا اصلا مش هضحك عليكي. خدي الفوطه بتاعتي واكيد مش هسيبها يعني. فوطه؟ اه. ده انت باين عليكي بقى غلبانه بجد.
وشكلي هحبك يا بنت، شكلي حبيتك يعني. طب هتاخدي الفوطه؟ لا ايوه خلي الفوطه عندي، بس دلوقتي بقى هنبتدي شغل. ماشي ماشي، انت طيبه قوي يا طنط شكرا. ماشي يا حبيبتي. طيبه زي مين بقى؟ زي ماما. بس انا بقى مش زي ماما، يا اللي امك تخينه. انت امك تخينه يا بنت. انت امك تخينه كده يعني يا طنط؟ يا اللي امك تخينه كده يا طنط؟ يا اللي امك تخينه كده يا طنط؟ بضحك معاكي بقى ما تزعليش. ماشي يلا بقى نبتدي شغل. ماشي. نبتدي بجد. ها يلا، في سبت حبيبتي تحت جيبهولي كده. ماشي حاضر. واحد اثنين ثلاثة أربعة أيوة خمسة ست سبعة ثمانية. بابا يا بابا. ايه يا غزولة يا حبيبتي؟ يا بابا. ايه يا غزولة؟ انا عايزك تلعب معايا يا بابا. خمس دقايق بالظبط، بظبط حاجة على الموبايل واقوم معاك على طول والعب معاك. خمس دقايق يا بابا. تمام خمس دقايق. خمس دقايق. خمس دقايق. ماشي يا يلا العاب اطفال. عندي العاب اطفال. العاب اطفال؟ ايوه عندي العاب اطفال. بابا بابا. ايه يا غزولة؟ انا عايز اقولك على حاجة. اتفضلي. بص بقى يا بابا، انا عايز اشتري العاب. شايف دي يا بابا؟ عايزاها كلها تتملى، ودي كلها عايزاها تتملى. عايز العاب ياما يعني؟ ايوه يا بابا. طب فين البوصة بتاع بابا؟ الله يا نازل، اجيب لك اللي انت عايزاه. شكرا. ربنا يخليها لك يا رب. بصي انا عندي ايه؟ انا هاخد توك توك. انا عندي هادي واجي. ده بتحبي هادي واجي؟ عايزه توك توك عشان بحب توك توك. اه ده ايوه يا بابا. ايا توك توك نفسي اجيب له مطار. ايا توك توك نفسي اقلب حنطور. حنطور بصي كمان بيمشي كمان. ايوه مبروك عليك التوك توك يا غزة. شكرا. لا يا بابا لسه شي حاجات. انت عايزاه؟ بص هو كمان هختار هاجي واجي عشان بحبه قوي. هتختاري مين لو سمحتي؟ هاجي واجي. هاجي واجي. هاجي واجي يا بابا. هاجي واجي ايوه. ده جميل قوي، لسه جديد ده على فكره. ده اسمه هاجي واجي. اه هاجي واجي يا بابا. هاجي واجي خلاص والله. ايه دي اللعبه؟ لا يا بابا. لا يا عم كده كده. ايوه ايوه والله. ايه يا عم ايه ده الجامده؟ والله يا غزاله على ايامنا ما كانش فيه الحاجات دي، ولا هاجي واجي ولا هاجي واجي. ده هو كده بس. ايوه يا بابا خلاص. هو كمان بينور بس. مبروك عليك اللعبة يا غزولة. شغل يا بابا. يبقى طلع لك رجل بتاعتها بقى. بصي بصي البازل دي حلوة قوي. الله دي حلوة قوي. بصي بقى نعمل تحديات. ايوه دي بقى لعبتي بقى بجد. اه انا اصلا بحب العاب السكر. قولي لي بقى انت ذكية تعرفي تفكري؟ هي سهلة يا عمو في المدرسة. اه دي غزولة حبيبة قلبي. اكيد هتعرفي تلعبي اللعبة دي، اصل اللعبة دي لعبة ذكاء. اه بابا انت هتاخده الصغير عشان انت صغير، وانا هاخد الكبير عشان كبير. العناية ليك. بصي الشاكول ده هيخلي شعر باباكي منكوش. بجد؟ بجد. شعر منكوش؟ انا طول الوقت هصدع بابا. لا صدعيني يبقى كده. لما تبقى عايزة تروحي الملاية وهو مش عايز يضحك اضربيه كده. ماشي؟ ايوه ايوه كده كام يا حبيبتي؟ كده يا عمو اي لعبة 50 جنيه كده 200 جنيه. 200 جنيه تمام. شكرا يا بابا، لو ما لعبتش معايا هضربك. اتفضلي هاخد 200 جنيه و20 جنيه ليك انت يا عزيزي. ايه ده يا عمو؟ بس انا شكرا يا عمو، انا مش عايزه والله. ربنا يخليك يا رب. لا يا حبيبتي انت عامل زي بنت يعني. بس كده كتير والله. مفيش حاجه كتير ولا حاجه. ربنا يخليك يا عمو ويخليلك بنت. ماشي يا عزيزي. شكرا يا بابا. يلا العاب اطفال. بابا عايز اقول لك على حاجه بقى. اتفضلي. فين الاغنيه بتاعتي؟ اللي قدامك دي يا حبيبي غزوله لعسوله. اللي قدامك دي يا حبيبي ايه؟ غزولة العسولة. انت بتعملي كده ليه؟ ازيك يا بنتي عاملة ايه؟ خلاص يا بنتي، خلاص يا بنتي. ماشي يا بابا، هتيجي بقى تلعب معايا يا بابا؟ اه طبعا هلعب معاك. طب يلا يا بابا. يلا بينا. يلا يا بابا. خديني وراك. يلا. هتيجي ورايا؟ اه يلا. انت تقيل قوي يا بنت. هتوصل. يلا يا غزولة، يلا يا غزولة. ايه يا بنتي فينك؟ انا مستنياكي تحت اهو، ما تتاخريش. يلا العاب اطفال. عندي العاب اطفال يا طنط. نعم يا حبيبتي. والنبي يا طنط اشتري مني لعبه يا طنط، انا عندي العاب جميله قوي وعايزه اروح. والنبي يا طنط اخر خمس العاب معايا. طب بصي يا طنط، انا عندي لعبه البازل دي حلوه قوي، لو انت عندك اولاد تخليهم يلعبوا بيها. حلو قوي. والنبي يا طنط بصي الشاكوش ده جميل قوي، ولادك هيبداوا يلعبوا بيه ويفرحوا بيه. والتوك توك ده جميل برده يا طنط. هي اللعبه بكام طيب يا حبيبتي؟ ب 50 جنيه. اي لعبه ب 50 جنيه. والنبي اشتري مني. والنبي هم خمس لعب؟ اه. طب انا هاخد الخمس لعب. ايه ده بجد يا طنط؟ ايوه يا حبيبتي. ربنا يخليك يا طنط، ده انت طيبه قوي. شكرا يا طنط. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. حاسه
بس. هدي يوم لعيال اخواتي هيفرحوا قوي. شكرا يا هند، ربنا يخليكي، ده انت طيبه والله. كده الخمس لعب عاملين 250 جنيه صح؟ ايوه 300 جنيه وال 50 جنيه دي ليك. لا يا طنط بس انا مش عايزه يا طنط، شكرا. كاني جبت لك لعبه زي عيال اخواتي. طنط بس كده كتير والله، انا مش عارفه اقول لك ايه. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب ويخليك عيالك يا رب، ربنا يكرمك. انت اسمك ايه؟ انا اسمي امنيه. اتفضلي يا امنيه. شكرا يا طنط، شكرا. يلا ماشي. يلا فرحانه قوي، انا خلصت. انا فرحانه قوي، انا بعت كتير، انا فرحانه قوي، الناس كلها طيبه وبتعاملني حلو، الشغلانه دي حلوه قوي، ما فيش حد بيشتمني. خلصت يا طنط. يا نهار ابيض، انا عارفه انا عارفه اللي هيحصل. طبعا اتسرقوا منك وضاعوا صح ولا مش صح؟ يا طنط اتسرقوا ايه بس يا طنط؟ لا ده انا بعتهم كلهم يا طنط. اقول لك على حاجه، الناس كلهم طيبين بيهزروا معايا وبيدوني البقشيش كمان. اتفضلي اهي الفلوس اهي، 20 لعبه ب 1000 جنيه. انت بعتي كل الالعاب؟ ايوه بعتهم كلهم، مفيش حد حتى شغلني. بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ بجد والله. ايه ده؟ بس انا عطاك 20 لعبه، 20 في 50 ب 1000 جنيه، في بقى زياده هنا 120 جنيه، ايه دول بقى؟ أيوة. مسحتي عربيات تاني ولا عملتي ايه بالظبط قولي لي؟ لا والله انا هقول لك، ده البقشيش بتاعي، الناس عطتهولي، الناس كلها طيبه. البقشيش؟ اه 120 جنيه و100 جنيه كمان مني، على كل حته 5 جنيه، يبقى 220 جنيه في ساعتين. ساعتين؟ انت شكلك مرزاه. ايه ايه ده؟ ايه يا بنتي ده؟ طيب لو سمحتي بقى، انا عايزه البقشيش وعايزه ال 50 جنيه، ال 100 جنيه قصدي. ال 100 جنيه؟ بص يا حبيبتي تعالي كده، الصبح انت قلت لي حاجه كده، قلت لي لما بتروحي يعني مجبوره معاكي قوي بتروحي بكام؟ ب 50 جنيه. 50 جنيه، يبقى انت ليك عندي دلوقتي حبيبتي 50 جنيه. لا بس انا عايزه البقشيش كمان. بقول لك ايه يا حبيبتي، 50 جنيه بتاعتك اهي، يبقى كده جبرت قوي ومشكوره قوي منك صراحه. بس ايه ده يا طنط لو سمحتي، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي اللي انت عايزاه. انا عايزه حقي كله، عشان انا ما رضيتش اخد البقشيش واحطه في جيبي واخبيه، انا قلت عشان انت طيبه وشبه ماما، فانا قلت هديهم لك واطمنك، عشان اعرفك بس اللي انا امينه. بس لو سمحتي ما تضحكيش عليا، انا ما بحبش حد يضحك عليا. بص يا حبيبتي كلامي الصبح ده مدهون بزبده، طلعت عليه الشمس ساح خلاص كانه ما اتقالش. بس انت وعدتيني بكده. لا مش تضحكي عليا. طب بصي يا حبيبتي، انت لو كل يوم تعملي لك 220 جنيه في اربع خمس ايام، هتيجي تحطي فرش هنا جنبي وراحت عليا انا خلاص، حميده تروح عليه. يا طنط انا عملت لك ايه عشان تضحكي عليا؟ 50 جنيه بتوعك اهم، راضيه بيهم؟ راضيه مش راضيه؟ اتكلي على الله، من هنا مش عايزه اشوف وشك تاني. تعرفي يا طنط، اتفضلي. شكرا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. عارفه عمو اللي هو هزقني الصبح ده لما مسحت له العربيه؟ ايوه ماله؟ انا زعلانه منه بس الله يسامحه. بس انت، انا اسفه يعني، انت كده اوحش منه يا طنط. انا اوحش منه؟ ايوه يا طنط، انت وعدتيني بحاجه وضحكتي عليا يا طنط الله يسامحك. ده انا انقذتك منه الصبح. بس انت كنت الصبح طيبه قوي واعتبرتك شبه ماما، دلوقتي انت اتغيرتي ليه؟ انت بنت جايه تعلمي حميدو الكلام يا بنت؟ انت جايه تعلميني الصح من الغلط، اتكلم ازاي وما اتكلمش ازاي؟ يلا حبيبتي من هنا شوفي طريق، طريق اخضر. يلا صباحك فل على الصبح، مش عايزه اشوف وشك تاني. عايزه تشتغلي هتاخدي مني 50 جنيه في اليوم، راضيكي راضيكي مش راضيكي مع الف سلامه، الباب يفوت جمل. طب يا طنط والنبي، بس انا عايزه الفوطه والنبي، ينفع؟ طبعا تاخدي الفوطه، ما تاخدهاش ليه؟ اتفضلي يا حبيبتي الفوطه بتاعتك اهي، اتفضلي. يلا امك تخينه، يلا مع السلامه. يلا امك تخينه. ماشي يا طنط شكرا. يلا امك تخينه. يا بنت امك تخينه يا بنت، يلا امك تخينه، امك مفشوله. ده البت دي رزقها واسع قوي، في ساعتين 220 جنيه، وانا هنا حميده بيهش وينش.